بحضراتكم من جديد. بنرحب في الاستوديو بنجمنا نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر محمد عبد المنعم. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا كابتن هيثم. منورنا والحمد لله على سلامتك وطمنا عليك. الله يسلمك. الحمد لله بطمن حضرتك والجمهور وادارتنا من مجلس النادي الاهلي. الحمد لله ماشي بخطى ثابته وان شاء الله هانت. يعني بقى لي 4 شهور ونص، المرحله قربت تخلص خلاص اهي، وربنا يكرم ان شاء الله. مش عايز اقول لك وقت الاصابه لما كنا بنشوف يعني الاصابه هي حصلت في الترجي تقريبا صح، مباراه نجم ماتش النهائي النجم في الشوط الثالث في اخر الشوط الثالث حصل الاصابه والحمد لله خلعت كلها معاك والله. بس انت اديتنا الاحساس بالامان برجولتك وشفنا الفيديو اللي كان فيه وانت مصاب قد ايه قلبك على الفرقه حتى وانت في لحظات الالم في الاصابه. والله الحمد لله على الاصابه، كل حاجه طبعا بتاعت ربنا، ده قدري ونصيبي الحمد لله، وممكن تكون خير ليا والحمد لله. في المباراه هي بس كانت صعبه ان الماتش لسه ما خلصش والفرقه محتاجه لك مش حاجات محتاجه لي طبعا. اي حد بيحصل له اصابه، حتى برضه في لعيب اسمه الحميسي هناك في الماتش في برضه في نفس في قبليه كده تقريبا بكام نقطه في سمانه رجلي في السمانه صح. طبعا الفرقه اتاثرت بيه. انا خفت الفرقه تتاثر بنفس الموقف ان يعني الصليبي او حاجه زي في الركبه كده تشيل حد يطلعه بره على النقاله او الكلام ده. طبعا الفرقه كلها زعلت وانا شفت الموقف بعد كده في التلفزيون. الفرقه اللي الناس خلاص تركيزها اتشتت خلاص، الناس كانت نسيت خالص الفاينل وكده وكانوا زعلانين عليا. فالحمد لله اللي هم يعني طلعوا رجاله وعوضوني الحمد لله الكاس. طب قول لي انت يعني انت برضو كنت في المستشفى وكنت طبعا بتعمل اشعاعاتك وحاجاتك زي كده والتحاليل والحاجات اللي بتطمن بيها على نفسك. دخلوا اللعيبه بالكاس، كلمني عن اللحظه دي. طبعا انا فرحت، طبعا اللعيبه كانت جايه لي وعرفت من الدكتور ايهاب كان معايا وكابتن ابو الحسن الفتنس بتاعنا. طبعا كنت بتابع من على النت الماتش والحمد لله لقيت الفرق والسكور الفرق لينا في الشوط الرابع. حمدت ربنا طبعا، يعني الواحد هيبقى زعلان اكتر طبعا لو اصابه ونخسر. دي حضرتك عارف انت بتلعب على الاول وكنت خسران الدوري، فانت طبعا املك الوحيد اللي انت ترجع بالافريقيا تبقى حاجه كويسه يعني. فده اللي كان مزعلني او ده اللي خلاني الكاس خرجك طبعا بقى. طبعا الحمد لله اللي هم رجعوا جم كمان المستشفى بالكاس، فدي كانت حاجه. بص انا مش عايز افكرك بلحظات صعبه شويه، بس دي اللحظه اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي. يعني بص اللعيبه يعني داخلين عليك بالكاس، يعني تالي لحظه صعبه. احساسك ايه؟ قول لي كلمني. لا والله يعني انا بتمنى من ربنا طبعا ما فيش حد يجيله الاصابه دي. يعني انا عمري ما فكرت تجيلي او حاجه زي كده، بس يعني هي كانت مؤلمه. يعني انا حسيت ان في حاجه مش موجوده في رجلي، فيعني انا بتمنى من ربنا ان ما حدش يحصل له الموقف ده. طبعا انا كانت دموع فرح، ومش دموع اللي انا جالي الاصابه دي والناس رجعت بالكاس دي، كانت فرحه ليا وحسيت ان انا مبسوط خلاص. يعني ما نصبت خلاص، ربنا يحلها الف حلال بعد ما ارجع وهكمل العلاج او اعمل عمليه او حسب الظروف اللي هتحصل. بس يعني انا دخلتهم عليا دي طبعا يعني بالكاس كانت حاجه جميله يعني. اكيد. طب قول لي برضو يعني اكيد شايف دعم النادي ليك كان ازاي بعد الاصابه؟ اتصرف ازاي النادي معاك وانت راجع مصاب من تونس؟ والله انا يعني كان معانا كابتن محمد هليل، كان معانا في رئيس البعثه، يعني شخصيه جميله جدا، وكان واقف معايا هناك في المستشفى وكل طبعا اعضاء مجلس اداره. وكابتن محمود طارق اول ما عرف طبعا تلبى الموضوع اساسا على طول في ان انا اسافر وكده، وكابتن ميدو اصر معاهم ان انا اسافر بره. وبشكر طبعا كابتن عاصم السعداني ان هو كلمني شخصيا في التليفون لما كنت داخل اعمل الاشعه، ويعني وكمان لما رجعت في النادي واعمل التاهيل. انا في موقف حصل ولازم اقوله، ان هو الراجل ده شخصيه محترمه جدا، ان نزل لي اول لما عرف ان انا في الجيم واول يوم ليا بعد حوالي شهر ونص. انا قعدت 40 يوم في المانيا. انا استغربت ان هو نازل لي بيسلم عليا شخصيا، فانا ما عرفتش اقول له حاجه، مش عارف اقول له شكرا، مش عارف اقول له حاجه. فانا بحترم الراجل ده جدا، بقول له كتر الف خيرك على سؤالك عليا ونزولك من المكتب ليا في الجيم. بيطمن عليك. بيطمن عليا. فانا طبعا اتبسطت جدا، يعني حاجات فرحتني كتير بصراحه. شوف انت بتتكلم فيها يا كابتن برضو، ده عشان معدنك واصلك. انت بتتكلم على يعني انت قعدت في المانيا 40 يوم. قعدت 40 يوم. بتتعالج والنادي طبعا كان على اتصال بيك، ولكن موقف صغير زي ده بص معلم فيك. طبعا طبعا انا ما في مواقف شخصيه، انا يعني انا بصراحه اتفاجئت لما يكون رئيس مدير النشاط قصدي نازل لي شخصيا. وعارف معاه تمرينك، وعارف معاه التمرين. هو عارف من شخصيه برضو في
النادي ان انا موجود. فاو كان اول يوم ليا ادخلي في النادي بعد 40 يوم او حاجه، 40 يوم بعد ما رجعت خدت يومين اجازه ونزلت. بصراحه اصطدمت يعني، بصراحه انا اصطدمت يعني. موقف معنوي جميل، لمسه بسيطه بس بتفرق مع اللاعب. وخد بالك احنا كنا زمان نسمع، انا كنت لعيب اللي بيسافر بره يعمل عمليات المانيا وغيره وغيره وغيره، كان لعيبه الكوره بس فقط. يعني كان النادي الاهلي ما عندوش دي، عنده لعيب الكوره. والله انا اتعاملت معامله اكني لعيب كوره او اكتر، ان انا يعني بالنسبه لنا انا برضو ما كانش تفرق معايا ان انا اعملها في مصر وبتاع. انا كنت عايز اعملها عشان اكسب تايم، اكسب وقت، عشان حضرتك عارف الصليبي دلوقتي بقى بست شهور، بقى حوالي 9 شهور. فانا كنت نفسي اعملها بسرعه، بس هم كابتن ميدو طبعا الح مع الاداره ان هو اسافر بره واعملها في المانيا بالذات. والحمد لله هم لبوا الطلب ده وسافرت الحمد لله وقعدت هناك. وهو كان يعني كانت حالتي في الفتره دي كانت وحشه شويه، اكيد نفسيا كمان. ده على الركبه كان الدكتور ماير هناك اول ما شافني اتصدم، عشان ما فيش، كان في فرد كامل لكن ما فيش تاني خالص. فقعدت اسبوعين، هو ده اللي اخرني 40 يوم في ال، يعني ما كنتش قادر تبني ركبتك. ما فيش 30 سنتي. يا خبر ابيض. من 30 قعدت حوالي اسبوعين. ولا لا، كان في تاكل في الغضروف وجزع. مليان اللوك ده الغضروف. هو عمل بلوك بس الحمد لله ما اتقطعش. هو كان في تاكل بسيط فيه من الضغط عليه وقطع كامل طبعا في التهتك في الرباط الصليبي. يا خبر ابيض. وفي جزع في الرباط الداخلي كان قوي، فهو كان عامل لي مشكله. هو الرباط ده اللي ألمه اكتر كمان، الرباط الداخلي بالظبط هو ده اللي عمل لي المشكله اللي وقع في الماتش. بس الحمد لله هو ما اتقطعش يعني. هو طمني برده، قال لي ان هو لو كان قطع طبعا بيحصل مشكله اكبر، بس كده احسن ان هو اتمزق بس وجاله مزق قوي. والرباط الجانبي ده لحمه بيبقى اصعب من الصليبي. هو هياخد فتره طبعا، بس تقريبا يعني البالانس والكلام ده كان هتبقى فيه مشكله اكتر. فالحمد لله اللي هو حصل. طب خلينا نبص اللحظات دي. منذ قليل انتهى تدريب النادي الاهلي، وده جمهور النادي الاهلي هناك في ملعب رادس بتونس. دي لقطات مسجله منذ قليل، ما فيش من 5 دقائق بعد انتهاء المباراه، جمهور النادي الاهلي قطع هذه المسافه لتأييد فريقه. وثقه كبيره يا جماعه، الثقه دي ما بتجيش من فراغ، الثقه دي جايه من نتيجه تاريخ طويل للنادي الاهلي في تحقيق المستحيل. الناس دي مش هتروح يا جماعه لما بيكون عندها ثقه كبيره جدا بفرقتها. وان شاء الله احنا كلنا ثقه في الله سبحانه وتعالى ان لكل مجتهد النصيب. الفرقه مركزين، جمهور بيتواجد على اعلى مستوى وبأيد فرقته. لا تتخيلوا الصعاب والمشاق لما يبقى مجموعه من الشباب زي دول بيقدروا يسافروا على نفقاتهم الخاصه ينضموا للفريق هناك عشان يشجعوه في مباراه. يعني النتيجه هنا ما كانتش قوي في صالح النادي الاهلي. كل التحيه لهذه الجماهير. يا رب ان شاء الله بكره نقدر نعمل حاجه. يمكن طبعا ما فوتش اللحظه دي، احنا هنسيب اللقطات معاك ويعني ما فوتش اللحظه دي. وكابتن محمد معايا، اكيد انت لعبت مباريات صعبه في تونس ولعبت مباريات قويه، تقول ايه للاعبين قبل مباراه الترجي بكره؟ أنا أول حاجة أقول إن شاء الله يبقى التوفيق حالفنا بإذن الله. وبالنسبة للتوانسة عموما في الألعاب كلها، ما بيعرفوش يلعبوا كويس في أرضهم بالذات، ضغط جمهور أول لما بيحس إن هم خسرانين ولا حاجة بيقلبوا عليهم. ده حصل معانا في البطولة الأفريقية أول ماتش كسبناهم الحمد لله 3-0، كان في الافتتاح طبعا، كانت دفعة قوية لينا. كسبنا الترجي في ملعب الترجي، ملعب الترجي في وسط جمهورهم ان شاء الله يبقى جيد 3-0. بعد في نص الشوط الثاني واحنا متقدمين عليهم، الجمهور بدا يشتمهم يعني. قلب عليهم خالص. بدا يشجعنا احنا عشان يعني انتوا فزتوا، زعل من فرقته بالظبط. فانا من فرقته. انا من خبرتي للماتشات حتى المنتخب او النادي، انا ان شاء الله هيبقى ماتش كويس للنادي الاهلي. تتمنى سير المباراه ازاي منها؟ والله انا مش هقدر اتكلم في سير المباراه، انا هتكلم بس ان هم ان شاء الله يعني هيبقى في مكسب باذن الله 1-0 او 2-1 يعني عشان نقدر نصعد باذن الله. بس انا حاسس ان شاء الله هيبقى في مكسب باذن الله 1-0 على الاقل يا رب. طب برضه يعني فال كويس، انت معانا كنت احد ابطال ونجوم ماتش الترجي اللي اتلعب في بطوله افريقيا اللي فاتت للكره الطائره، وكسبنا الترجي في ملعبه وسط جمهوره. ان شاء الله ده يبقى فال جيد لينا يا رب ان شاء الله. طيب منعم قول لي، يعني احنا السنه دي عندنا بطولات برضو دوري يعني في مجهود كبير، ماتشات، شايف اشتراكاتنا السنه دي كم اشتراك؟ توقعاتك ايه الموسم ده؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا اول ما بادين الدوري ان شاء الله هيبقى في دوري وكاس وفي بطوله عربيه وبطوله افريقيه. السنه دي ان شاء الله عايزين نكسب اكتر من بطوله، وان شاء الله ان شاء الله نحصد ال4 بطولات اللي احنا هندخلهم باذن الله. في دلوقتي احنا بادين التدريبات في اللعيبه في المنتخب عشان في بطوله افريقيا الشهر الجاي ان شاء الله في 10، وبقيه اللعيبه طبعا بتتمرن يوميا مع كابتن ميدو طبعا، واللعيبه كلها جاهزه.
ولغايه ما لعيبه المنتخب تيجي عشان يبدا ان شاء الله الدوري يبدا في شهر 11. تاخر طبعا وبطوله تقريبا بطوله العربيه في شهر 2 في تونس، بس مش متذكر هتبقى فين بالظبط، ممكن الاتحاد التونسي هو اللي ينظمها، والبطوله الافريقيه في شهر 3 بس لسه مش عارفين. احنا نتمنى ان احنا ننظمها في النادي بتاعنا وربنا يكرم باذن الله. وخلينا نقول برضو شكر الجويني لاعب الطايره اللي انضم طبعا محترف، ده لاعب نادي الترجي كمان، ده لاعب نادي الترجي شكري يعني ولاعب كويس طبعا. دي لقطات، انا اسف يا كابتن، دي لقطات عوده الفريق من التدريب للاوتيل، اللقطات دي مش هتشوفوها في اي مكان غير على قناه النادي الاهلي حصري. الحقيقه بنحاول ننقل لكم الحدث لحظه بلحظه ونعيشكم في اجواء الفريق. يا رب كل التوفيق. شايفين طبعا الاتوبيس في حراسه الشرطه قدام ورا، يا رب ان شاء الله يبقى يعني توفيق حليف النادي الاهلي بكره باذن الله. اتفضل يا كابتن. ان شاء الله. شكري، كنا بنقول شكري الجويني. شكري لعيب كويس، لعيب مركز 4، ان شاء الله هيفيدنا ممكن يحصل فيه تجانس كبير، ان هو طبعا بيتكلم عربي طبعا، نفس اللغه ونفس الكالتشر دي بتفرق طبعا، نفس الثقافه، فدي ممكن يتجانس بسرعه معانا، وهو عارفنا كلنا، احنا مش غرب عليه، وهو لعيب كويس وان شاء الله هيبقى في اضافه لينا ان شاء الله. كابتن ميدو كان معانا الحلقه اللي قبل اللي فاتت، والحقيقه الراجل قال ان يعني من ضمن يعني الحاجات يعني المميزات اللي كان بص ليها في شكري ان هو نفس الثقافه فعلا زي ما انت بتقول، ونفس دي بتريح طبعا، بتريح جدا. طب خليني برضو اقول انضمام عبد الله عبد السلام اللي كان المفروض ينضم لنا في الاستوديو بس اتاخر، لان عبد الله كان المفروض يبقى معانا. كابتن عبد الله عبد السلام طبعا سنة العاب المنتخب يعني اتاخر في الطريق، كان المفروض ينضم لنا بس هو انضم للفرقه خلاص. فهو يعني شايف ده ازاي؟ شايف ده اضافه ولا لا؟ طبعا اضافه، عبد الله كابتن الفرقه واكبر لاعب سنا فينا، وطبعا لعب منتخب ولعب بره واحترف كتير، فطبعا عنده خبره كبيره هيفيد طبعا الفريق بنسبه كبيره. وبرده يعني هو لعب في الاهلي طبعا وخرج بره وراح النادي شويه ورجع تاني، فهو مش غريب طبعا، فهو يتجانس طبعا بسرعه، ومفيش حد يتكلم مع عبد الله يقدر يقول عليه تلت تلت كام طبعا. وخلي بالك دي ودي لقطات من احد التدريبات، تدريب يوم الاربعاء على الصاله المغطاه. خلينا اقول كمان حسام يوسف لاعب الفريق صانع الالعاب عندنا ما شاء الله، اثنين نجوم في المركز ده يتميزوا بالقامه الطويله طبعا، بالارسالات القويه، بالاعداد الكويس طبعا، لعيبه متكامله. عن زي ما قلت حضرتك عندنا 4 بطولات السنه دي طبعا، 2 بصيره بالخامه دي، ومعاهم صانع العاب كريم فرج، ومعاهم لعيب ناشئ يوسف طالع اللي هو كان واخد سادس العالم بصير كويس طبعا. كل ده طبعا اضافه كبيره، اضافه طبعا، ودي مع الوقت طبعا ما مش هيحصل اجهاد للمعدين او في عجز عندنا في المعدين، لا انا شايف بسم الله ما شاء الله عندنا اربع لعيبه كويسين خبرات ولعيبه صغيره فطبعا دي حاجه كويسه للفريق يعني. بس انتوا عاملين حاله كويسه من بامانه في الطايره، يعني حاسس تلاحم ما بين الجهاز واللاعبين. انا بامانه يعني من اكتر فريق جماعي الحقيقه شفته، عنده التلاحم ده مع الجهاز مع اللاعبين، مش مهم مين يلعب، مش مهم مين ينزل. يعني كلمنا عن الحاله دي، هل سببها كابتن ميدو ولا اللاعبين ولا الاثنين؟ يعني كلمنا عن الحاله دي. والله لو كلمت حضرتك على كابتن ميدو يعني بكلمه مجروح طبعا، وطبعا كل الناس بتحبه جوه النادي او بره النادي، ما فيش حد يقدر يتكلم على كابتن ميدو، ده اخونا الكبير. من الاشياء اللي حببتني في ان انا اجي نادي الاهلي طبعا، غير النادي الاهلي طبعا فريق كبير او نادي كبير او الكلام ده، كابتن ميدو اخويا وحبيبي وطبعا معاه في الجهاز كابتن تامر وكابتن جمعه، يعني كلهم قريبين من السن، يعني في ناس لعبت مع بعض معاهم مع اللعيبه وبتاع ده، فما فيش فرق بيننا خالص من بعض، يعني تحس ان احنا فرقه واحده، مش مفيش جهاز ومفيش لعيبه، لا احنا 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 فرقه واحده فعلا. صحيح. او جهاز واحد، فده اهم حاجه من العامل من المدرب واللعيب، يبقى في يعني في فرق، ما فيش فرق بينهم. صحيح. لازم يبقى في تواصل بينهم مع بعض، ما فيش مشاكل في حتى في التواصل في تصليح الاخطاء ولا الكلام ده، لا ده بصوره كويسه طبعا كابتن ميدو بيوجهها لنا، لا يعني احنا تحب اخوات في الملعب واحدة. روح اسره واحده، اسره واحده طبعا. صدقني انا يعني في الاستوديو شرفت باستقبال يعني ابطال كتير، ولكن في امانه في الفولي بول انتوا عاملين حاله حلوه قوي بصراحه. والله الحمد لله، اللعيبه كلها لعيبه محترمه، لعيبه عايزه تلعب وتأدي للنادي ومخلصه للنادي، و يعني ما فيش جاب خالص بيننا وبين الجهاز. الجهاز ما فيش. طيب قول لي برضو يعني خلينا نتكلم على يعني البطوله الاهم وهي بطوله افريقيا، يعني الفرقه التونسيه بتبقى بتستعد بشكل كبير، بتجيب اجانب كويسين،
اكيد برضو احنا ان شاء الله انضمنا لعيب تونسي برضو شكري الجويني لعيب جامد. شايف بطولات افريقيا طبعا احنا اكتر فرق يعني اكتر فريق افريقي حصولا على هذه البطوله. شايف البطوله دي السنه دي هتبقى شكلها ايه؟ يعني هل في فرق تونسيه طلعت في الساحه اكتر؟ هل فرق تونسيه اقل؟ شايف الموضوع ده ازاي؟ لا، فرقة تونسية على طول بتبقى مترجح بين الترجي والنجم والصفاقس. فالترجي السنة فاتت كان كويس جدا والنجم كان أقوى، كان بطولة قوية لأن احنا كنا الفريق الوحيد من مصر وعانينا. احنا لعبنا في الافتتاح الترجي ولعبنا في النهائي النجم، كانت انت يعني فريق واحد مصري كان ما فيش حد، لازم كان حد يدخل معاك كفريق نادي الجيش او فريق نادي الزمالك، كان ما بيدخل معاك طبعا البوله والحاجات دي بتتغير جدا وبتبقى في صالحنا. بس يعني بقينا لوحدينا ولعبنا وربنا كرمنا. السنه دي طبعا اكيد بتبقى اقوى، ان بيبقى اي فريق بيشوف اخطائه ايه وبيقوي نفسه تاني وبيرجع. الترجي كان نفسه يكسب البطوله في ارضه، اكيد بيدعم نفسه. شكري جالنا فهم اكيد جايبين لعيب كويس برده بيعوضوه بالظبط. والنجم برده ماشي برده بخطه ثابته، انا ليا زمايلي هناك على طول بيكلموني، لا على طول بيجيبوا لعيبه كويسه عشان على طول عايزين يحافظوا. يعني برده البطوله هتبقى جامده طبعا اكيد. طب برده البطوله العربيه في شهر فبراير بيتهيألي حددت في تونس برده 14/2 او 12/2 في تونس. بطوله افريقيه مصغره لان الفرق المصريه موجوده والفرق التونسيه موجوده بالزبط. واحنا بيتهيألي مش حامل لقب البطوله العربيه، كان البطوله العربيه اخر لقب ما اشتركناش. اخر حامل لقب مصري كان نادي الجيش اللي خدها الموسم اللي قبل اللي فات. طب انت شايف البطوله العربيه دي برضو يعني هي تعتبر بطوله افريقيه مصغره لانه ما فيش فرق تانية، شايف برضو الاشتراك فيها هيفيد الفرقه ولا نشترك في بطوله افريقيا بس؟ والله لو العدد او اللعيبه كامل زي ما قلت لحضرتك، احنا ما عندناش حجز في اي مركز الحمد لله، لولا بس اصابتي هي دي يعني ان شاء الله اقدر الحق البطوله العربيه باذن الله. انا شايف ان كابتن ميدو مظبط كل المراكز عندنا، وانا شايف طول ما هو في عندنا بدائل كتير وعندنا اختيارات كتير تقدر تشارك في بطوله واثنين وثلاثه واربعه، مفيش مشكله فيها خالص يعني. مفيش مشاكل. طب قول لي برضو انا عايز اسال على حاجه تانية مهمه قبل يعني ختام اللقاء. الناحيه البدنيه مهمه جدا لفريق الطايره طبعا. يعني يمكن من الناس فاكره ان الطايره ما فيهاش احتكاك في الناحيه البدنيه، لا الموضوع يعني قصه تانية طبعا. انا عارف ماساه كبيره، انتوا تمرينكم يمكن اوقات كبيره جدا بتقضوها في الجيم. شايف يعني الناحيه البدنيه ماشيه كويس ولا انتوا محتاجين اكتر ولا محتاجين تسافروا بره، محتاجين امكانيات مش موجوده في النادي؟ كلمني عن الحته البدنيه لفريق الطايره. لا والله، هو كابتن ميدو معتمد على كابتن ابو الحسن، ده مخطط احمال لينا، متفاهم طبعا كل التدريبات بتتفاهم بين كابتن ميدو وكابتن ابو الحسن. ماشيين طبعا كل يوم يوميا طبعا. جيم جميل جدا في كل حاجه، ما فيش حاجه ناقصه فيه. ممكن في جري وفي اساتيك وفي حديد وفي كل حاجه موجوده، وفي طبعا تدريبات سرعات اكيد حضرتك عارف كنت لعيب ولازم تدريبات صحيح. لياقه وفي فيتنس وسرعه وحاجات كتير جدا يعني. هو مش فوليا بس، احنا في تدريبات معينه بتحصل كل يوم. الجيم مش كله تقيل، في خفيف، في سرعات صحيح. في حاجات ده منصف يعني طبعا. يعني الامكانيات كلها متوفره جوه النادي الاهلي؟ لا طبعا مش محتاجين نطلع بره. لا 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 مش موجود، مش كله تمام. طيب انا يعني لقائنا مر سريعا بصراحه منعم، وانا سعدت جدا جدا بوجودك معايا. الحقيقه انت من اللعيبه الرجاله اللي سعدت بوجودهم وما انا بحب اشوفهم في الملعب وبحب اشوفهم على الشاشه. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورت لي. ان شاء الله تحقق كل اللي انت عايزه مع فريق النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن. اعزائي المشاهدين، مر بينا الوقت سريعا، كان معايا نجوم كبار جدا من عيار التقيل، كان معايا كابتن حمدي الصافي، كريم عبد الجواد، كان معايا كابتن منعم محمد عبد المنعم. الحقيقه يعني اسعدونا بشكل كبير وجودهم معانا وشرفونا النهارده في الاستوديو. بشكركم على حسن المتابعه طبعا، بضم صوتي وبضم صوتي ليكم وبندعي بنقول يا رب ان شاء الله يكرم فريقنا بكره قصاد الترجي. هنتابع كلنا المباراه على شاشات التلفزيون، يا رب كل التوفيق لينا، ونحتفل يا رب يا رب بعد اللقاء بالتاهل، البطاقه التاهل للمباراه النهائيه. شكرا جزيلا لمتابعتكم، انتظرونا الجمعه القادمه في حلقه جديده من ملوك الصالات، هنجيب لكم كل ما هو جديد داخل النادي الاهلي وايضا خارج النادي الاهلي في ملوك الصالات. شكرا جزيلا لحضرتك.